قولوا لي بقى اهلكوا ردود افعالها افعالهم كانت عامله ازاي؟ لا طبعا، يعني انا اعتقد لو احنا رجعنا بالزمن شويه ما اعتقدش ان من ساعه ما دخلت اللعبه دي ان احنا ممكن انا ممكن يعني اعمل الانجاز ده واكسب البطوله دي. ليه يا مصطفى؟ يعني كانت صعبه قوي الصراحه. يعني بابايا، انا كنت بلعب كوره في الاول و بسن 10 سنين، ده طبعا كان ان انا اخش السكواش وانا عندي 10 سنين كانت صعبه. ان احنا بنخش واحنا عندنا 6 سنين 8 سنين ماكسيمم، فما كنتش مركز يعني في السكواش. ابتديت مع بابايا الصراحه عاند في اللعبه جدا، يعني كل اصحابه يقول لا خلاص خليها العبها فور فن كده، لكن الحمد لله يعني ركزت في اللعبه دي. وطبعا دكتور محمد احب اشكره جدا، يعني بابايا التاني الصراحه وانا 9 سنين 10 سنين كمان. انا بحيي حضرتك دكتور محمد الضفراوي. لا احكي لي كده عن ستايل مصطفى عشان ان شاء الله باذن الله لما ياخد بطوله العالم للكبار نبقى عارفين اكتر عن اسلوبه الرياضي الستايل بتاعه. بصي، هو الحمد لله طبعا احنا حتى في الكبار على فكره هو نمره 29 دلوقتي على العالم، والحمد لله ده حصل في سنه، وده عظيم لان هو ناشئين، يعني هو تحت السن لسه، يعني هو عنده 18 سنه. ولعبنا بقالنا سنه بنلعب بي اس اي بس اللي هي المحترفين، والحمد لله كنا بادئين نمره 500 وحاجه على العالم، في سنه واحده بفضل الله سبحانه وتعالى بقى نمره 29 على العالم. فالحمد لله دي حاجه كويسه. الفكره ان هو مصطفى بيسمع الكلام، يعني مصطفى دايما لما بنيجي نتكلم في اي حاجه بيبقى فيه كنترول، يعني بيسال ما بيصفش حاجه من دماغه. لما بنيجي نكلمه في حاجه في مصلحته بيبقى يعني عارفه، لان اغلب اللاعبين بتلاقيهم ممكن يتكلموا معاكي في حاجه ومن وراك يعملوا حاجه تانية. فاحنا لما بنيجي بنحط ايوه ايه يعني معلش ايه يعني التمرينات مثلا نظام غذائي ولا ايه؟ يعني النظام الغذائي مثلا تعبني شويه زمان وهو صغير، تمام. يعني كنا ممكن مثلا الاقيه يخبي الاكل تحت السرير، يخبي الاكل مش عارف ايه، يوم الساعه 3 الصبح مامته تلاقيه حاطط دماغه في الثلاجه وعمال بياكل، عارف ازاي؟ فتعبني شويه في الاكل. حصل يا مصطفى؟ باخد شوكولاتات كده وبتاع. ماشي، ما هو كان صغير برضه يا دكتور. لما ابتدى يكبر بقى وابتدينا نتكلم ويفهم ان هو لا احنا عندنا برنامج اكل لازم نمشي عليه علشان خاطر 1 2 3 4، فالحمد لله دي حاجه فرقت معانا جامد. غير ان هو بقى ينام امتى يصحى امتى، يعني لسه قبل ما ندخل على طول دلوقتي بيقول لي انا عايز اطلع الساحل الويك اند اللي جاي ده. قلت له لا انت مسافر بطوله يوم الاثنين مش هينفع. قال لي طب خلاص ماشي، عارف ازاي؟ يعني هو انا اقول لحضرتك حاجه، علشان اي حد عايز يخلي ابنه بطل دي منظومه كامله، لازم يبقى في سيستم. الشغل العشوائي عمره ما هيعمل بطل ويكمل، لان انا لسه حتى كنت بتكلم معاهم بقول لهم سهل ان انت توصل انما صعب ان انت تفضل على القمه. اصعب.